بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتعرف على الطعوم اللي بنستخدمها لصيد الشعوم، ونقول ونتكلم على الأكثرها فاعلية. طبعا معظم الناس بتحب الشرايب، ولكن صدقني الشرايب قدام باقي الطعوم لا تساوي شيء. يلا مع السلامة. الحين نتعرف بعد على الروبيان، ولكن الروبيان مثل ما انتم عارفين ان هو سهل، انه بيطيح بسرعة، وبعد ما احبه بعد يلا مع السلام. بنيجي على خيار البحر. خيار البحر طعم جديد، يمكن انت اول مرة تشوفه بيتم، بس انا ما هسوي الحين خيار البحر، هخليه في فيديو اخر عشان ما نضيع وقت. طبعا كلنا عارفين الزبوط. الزبوطة هي منظرها اللي بتبقى لونها ابيض، عارفينها، بنكسرها بنلاقي داخلها الزبوطة. هذا بنشكل المدار من هنا ونطلع سنه، يكون عند الدراع بتاعه الموجود، لان هو الشعم بياكل من عند فتحة الباب بهذه الطريقة طبعا. وميزته ان هو ما بيطيح بسرعة، وما بياكله تقريبا الا الشعوم. اللي بيجي المشوه والانويتش ياكل الاجزاء اللي هنا الخارجية ويرمي، والباقي يجي ياكله الشعوم. طبعا ليس هدفنا النهارده، فيلا مع السلامه. والزبوطه هذه ايضا مع السلامه. في الحويت، نوع الحويت هذا الصغير احسن انواع الطعوم من اجل صيد الفسكر والشعوم وباقي الانواع والينم والقرقفان الى اخره. بس انا ما هتكلم عنه لان هو عيبه، بس ممتاز 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 لأبعد الحدود، ولكن عيبه انه بيقع بسرعة، والسمك المشوه والانويتش بياكله بسرعة. مش هدفنا النهاردة. هدفنا النهاردة هو الحويت الكبير اللي لونه، اللي يكون ليه باب متين شوي. طبعا هنجيب اي حجر ونكسر بهدوء وبالراحة، مو محتاجة فيزياء ولا كيمياء. بسم الله، اول ما بنكسر بيطلع اللي بداخلها بهذا الشكل. طبعا مش خلصت، لا، احنا في حتة باب اهو موجود بصابعي، سوري بضافري اهو، بسم الله، واطلع الباب طبعا وارميه. بجيب خيطي. التركة انك بتملأ المدار، بسم الله لا قوة الا بالله، يا رب يكون ظاهر وواضح اهو، واقول بسم الله. مش وقفت، لا، ده انا هرجعها فين؟ لورا. واجيب تاني واحط وارجعها لورا، وهكذا اخر ثلاث حبات او حبتين اللي بسيبهم فين. طبعا بيجي الانويتش ياكل اهو اهو، بسم الله لا قوة الا بالله، وبيكون بالشكل ده. وادعيلي، لان انت بتطلع احلى فسكر، بتطلع احلى شعوم، بتطلع احلى قرقفان، بتطلع احلى ينم، بتطلع الاسماك الحلوة المرغوبة. واشوفكم على خير في فيديو اخر. ان اعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة، لا تكونوا بخلاء يا مجتمع الصيادين الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.